هلو يا جماعة، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل شرح الـ small group، المادة في nervous system. وصلنا إلى الـ case study، أوكي، مال session 5. تمام. راح نسولف عن أول case ونشوف شنو تقول. أول case يقول patient إيش قد عمرها؟ عمرها 15 سنة، أوكي، presented with mild slurring of her speech. يعني شنو؟ يعني ذات تلعثم بالحكي. تمام. زين، يقول طلعوها بدون علاج، اوكي، زين. يعني شلون نقول كانت هذه وين؟ كان يعني هذا الحكي وين؟ بالارلي بريجنسي مالتها. تمام. مش قد كان عمرها؟ 21 سنة. زين، قعدت بأحد الأيام الصبح، شافت انه الرايت اي مالتها ما دا تشوف بيها. تمام. باليوم الثاني ايش قام يصير عندها؟ قام يصير عندها هيك عبالك دا تشيك تشيك او فتشي هيك بالليفت اي، اوكي، زين. يقول النوب صار عندها صعوبه بالبلع. تمام. وبعد صار عندها شنو؟ ضعف وتنميل وفرط ريفلكسز، يعني شنو؟ هايبر ريفلكسيه بالرايت اي. زين، وسوالها بابين سيكي ساين طلع بوزيتيف، فمعناتها عندها ابر موتور نيورون ليجن. زين، يقول انه هاي السبتوم كلها اللي عندها معقوله انه الليجن يكون بمكان واحد؟ لا، الليجن اكثر من مكان. زين، يقول اكسبلين يور انسر، ليش قلت لا الليجن اكثر من مكان؟ لانه السبتوم مالتها مالتيبل، يعني عندها خلل بالرؤيه، وعندها خلل بالسبيتش، وعندها خلل بالفيشال سنسيشن وبالبلع والرفلكس مالت الليج. تمام، وعدها خلل بكل مكان. تمام، لذلك الليجن ما ممكن انه يكون بمكان واحد. تمام، فالليجن مؤثر على multiple sites in the central nervous system. اوكي، زين. يقول السؤال اللي بعده انه what comment can you make about the nature of the disorder؟ يعني شنو؟ يقول شنو شنو الشيء اللي ممكن انه تقوله حول هذا الاضطراب؟ زين، هذا الاضطراب اللي صار عدها، تمام، ممكن انه شنو؟ ممكن انه يعني شلون نقول؟ يقول انه هذا الديسوردر appears to be relapsing remitting with symptom resolving and then recurrent. A combination of symptoms is suggestive of demyelinated disorder like multiple sclerosis. يعني يقول هذا الاضطراب من الممكن انه يهدد الحياة مالتها. ليش؟ لانه مو مجرد اعراض وتروح، وانما الاعراض دا ترجع. وهو شنو؟ هو تقريبا مشابه للديمايلينيتد ديسوردر اللي هو multiple sclerosis. زين، السؤال اللي بعد شنو يقول؟ يقول what comment can you make about her future؟ زين، يقول انه شنو الشيء اللي ممكن نقول لها حول المستقبل مالتها او مستقبلها ويا هذا المرض؟ تمام، اول شيء هي حاليا منتكسه، فمن الممكن انه حتى اذا صارت زينه البيشنت ماي بي اكسبرينس A future episode of a neurological dysfunction. يعني من الممكن انه ترجع لها الحالة بالمستقبل. تمام. فيب، لذلك تتطلب شنو؟ تتطلب ادارة. تمام، او long term outcomes. تمام. زين، السؤال اللي بعده شنو يقول؟ يقول انه الكيس الثاني، يقول an elderly man recovering from the right side hemiplegia. يعني شخص كبير تعافى حاليا من الرايت سايد هيميبليجيا، عنده هيميبليجيا بالرايت سايد. زين، وبعد شنو؟ عنده سيربرال هيموراج. زين، فجأة صار عنده شنو؟ صار عنده حركات uncoordinating movement، اوكي، حركات ما متسقة of the trunk on the right arm. يعني صار عنده حركات ما متسقة بالترانك مالته بايده اليمنى. يقول للرايت ارم مالته would suddenly and aimlessly be thrown about knocking over anything in its path. يعني شنو؟ يعني يقول انه شو اسمه، يعني الايد مالته، اوكي، قامت تتحرك بشكل حركات غير من يعني غير uncoordinated، وفجاه هيك توقع تهدل، اوكي.
فهذه هي الكيس. السؤال الأول شنو يقول؟ يقول what does the sudden appearance of a neurological sign suggest؟ يعني شنو هذه العلامات العصبية اللي اجت بشكل متفاجئ؟ تمام، شنو الدل؟ الدل انه صار عندك فد neurological event، فد حدث عصبي وبشكل كيوت وفجأة صار. تمام، فمن الممكن انه يكون هذا بشكل ثانوي، يعني secondary للنزيف اللي صار عنده، يعني نتيجة للسيربرال اوديما او السيربرال هيموريج اللي صار عنده راح يصير عندي كيوت neurological event، وهذا الكيوت neurological event راح يؤدي لي الى ظهور هاي الاعراض. زين، يقول what structure have been affected in this patient؟ فشنو الهياكل او العضلات اللي راح تتاثر؟ تمام، كل العضلات او الستركتشرات المسؤوله عن الموتور كوردينيشن تضررت. تمام، وبعد تضرر عندي شنو؟ السيربلم، اوكي، او الباثواي مالته، اوكي، او من الممكن انه البيزل جانجليا تضررت. تمام، فليش؟ لانه البيزل جانجليا مسؤوله عن يعني الفولنتري والانفولنتري، فما دام صارت انفولنتري موفمنت فمن الممكن انه البيزل جانجليا هي المسؤوله. فالمهم انه هذا الاعراض جايتني منين؟ من شو اسمه، من السيربلم او الباثويات صار بيها المشكله، او من البيزل جانجليا صار بيها مشكله، او هذا البيزل جانجليا اللي صار بيها مشكله ادت الى انفولنتري موفمنت. What this condition called؟ يقول هذه condition شنو يسمونها؟ يسمونها هيمي بالزمز، أوكي؟ يقول إنه شو اسمه؟ يعني شنو؟ يعني شلل نصفي، أوكي؟ واللي تتميز شنو؟ بحالات إنه involuntary movement بالبداية وبعدين يصير عندها شلل نصفي، أوكي؟ زين، واللي يجي وين صاير بالسبثالاميك نيوكليوس، اوكي، من الممكن انه تكون هاي هي الحاله، او هاي الحاله هو هيك اسمها ليجن ان ذا سبثالاميك نيوكليوس او هيمي باليسمز. زين، الكيس ستدي اللي بعده وهو اخر واحد يقول انه شو يقول؟ يقول انه 6 ويك earlier unconscious student was admitted then transfers to the hyperbaric oxygen units with carbon dioxide poisoning. يقول قبل 6 اسابيع طببوا طالب فاقد وعي، اوكي، المن طببوه يعني جابوه شو اسمه للمستشفى. تمام، من جابوه للمستشفى كان شنو؟ كان دايعاني من تسمم بأحادي أكسيد الكربون، أوكي؟ زين، هذا الشخص اللي كان دايعاني من تسمم بأحادي أكسيد الكربون دخلوه للمستشفى، حطوه بغرفة مال أكسجين تحت ضغط عالي، أوكي؟ زين، يقول حالياً هو شخص هامل، مو هامل يعني خامل، أوكي؟ وما مهتم بالدراسة مالته، أوكي؟ زين، وصار شنو؟ صار بطيء حتى انه يدير العمل مالته، and his handwriting has become unreadable، يعني شنو شو اسمه، خط ايده ما يقدرون انه يقروا، اوكي. زين، يقول بال student health كان شو اسمه، يعني كان يعني مركز صحة الطلاب كان يبكي ويتحدث بهدوء شديد. زين، فظن انه هو مكتئب، تمام، وكان يشعر بالبؤس الشديد طول الوقت، تمام، ولاحظ الطبيب عليه انه هو يتكلم ببطء شديد ورعشة، اوكي. زين، وين؟ بايده اليمنى، تمام، وكان على كيفه يقوم من الكرسي مالته، وكانت الساقة اليمنى او الرجل اليمنى متصلبة، اوكي. زين، قوة يحركها. زين، فمن فحصه on examination the only neurological abnormalities why was increased tone in all passive movement of his right arm and hint of cogwheel. يعني شنو؟ من سوى examination شافوا انه passive movement بالright arm و cogwheel اللي هي من احد علامات الباركنسون ديزيز. يقول انه البارت هسه هذه الهيستوري. زين، يقول انه apart from
the depressive illness بغض النظر عن الاكتئاب. يقول what addiction disorder، شنو الديسوردرات الثانية. اوكي his findings suggest اوكي عنده هو شنو عنده movement disorder. اوكي وهاي movement disorder تكون مشابهة لأعراض الباركنسون ديزيز اوكي اللي هي التريمر والرجيديتي والبراديكاينيزيا والبوستشرال انستابيليتي. اوكي كان عنده رجفة بإيده اليمنى، صلابة ما يقدر يقوم، صلابة برجله هماتين، براديكاينيزيا قوة يقوم قوة يحكي، وبوستشرال انستابيليتي ما يقدر يبقى واقف لفترة طويلة. يقول list the symptoms sign and that support the diagnosis the second disorder. اوكي شنو السيمبتوم والساين اللي لاحظوها عليه؟ قلنا انه عنده ترمر بالرايت هاند، زياده بالمسل تون ريجيديتي اند كوغويل، عنده براديكاينيزيا، وعنده ستيفنس ان ووكينج اند ريديوس بالارم موفمنت اللي هي الرايت اي. زين يقول which of his symptom do you think raise from his depression. يا وحده من هذين السيمبتوم انت تحس انه صارت بسبب عدي ال شو اسمه يعني بسبب ال depression بسبب الاكتئاب ال شو اسمه الاعراض اللي تكون جايه من الاكتئاب مالته تمام، اللي هو انه هو كان خامل لثرجي تعبان وبنفس الوقت مهمل للدراسة مالته، ما يقدر انه يسوي الشغل مالته تمام، ويبكي ويتحدث بهدوء، لانه اعراض اكتئاب. زين يقول شنو الموقع اللي بالدماغ اللي متضرر ادى الى هذا الاعراض اللي هو سبستانشيا نيجرا. احنا نعرف سبستانشيا نيجرا تمام، اذا تضررت بالميدبراين راح تسبب لي شنو؟ راح تسبب لي زياده بانتاج الدوبامين، وبالتالي راح تؤدي لي الى شنو؟ تؤدي لي الى اعراض باركنسون ديزيز. زين يقول what is actually cause of neuronal damage. neuronal damage صار بسبب شنو؟ بسبب انه هو مستنشق احادي اكسيد الكربون، هذا الاحادي اكسيد الكربون ادى الى هايبوكسيا اوكي، وهذه الهايبوكسيا اثرت على السبستانشيا نيجرا، فبالتالي ادت الى انه تفرز هوايه دوبامين فادت الى هاي الاعراض. زين do you think his condition will progress؟ explain your answer. يعني هل انه انت تعتقد اوكي هاي الحالة راح يصير لها progress، واشرح لي الاجابة مالتك. زين البروغرس او التحسن راح يعتمد على انه شقد الفايبرات اللي بالنيورون متضررة اوكي، يعني شقد النيورون دامج تمام. اذا كان الدامج ستاتيك تمام، فمن الممكن انه يتحسن اوكي. فاما يعني شلون نقول اذا كان العفو اذا كان الدامج ستاتيك اوكي يعني ثابت، resulting from initiate كربون مونوكسيد بوزنينج، يعني جاي عن التسمم بأحادي أكسيد الكربون تمام، فمن الممكن إنه ما تصير لها بروغرس بشكل شنو significantly أوكي. زين بشكل ملحوظ تمام، بس النيورو ديجنريشن المستمر تمام، يعني شلون نقول إنه إذا صار عندي يعني شلون نقول نيورو ديجنريشن يعني شلون نقول انه اعادة بناء الاعصاب، فمن الممكن انه يصير عندي progression اوكي، او يعني يصير عندي progression او تحسن بالحالة مالته اوكي. العلاج بالاكسجين ليش طببوه الى غرفة علاج بالاكسجين عالي الضغط بسبب شنو؟ لانه الهايبر بارك اكسجين ثيرابي راح يزيد البلد اكسجين ليفل اوكي، يعني راح يزيد من تركيز الاكسجين وين؟ بالدم تمام. فاني حتى احمي من احمي الانسجة منين؟ من الهايبوكسيا. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي reducing hypoxic damage causing by carbon monoxide poisoning and limited the extent of neuronal injury. يعني بما معناها انه اني احط تحت ضغط عالي من الاكسجين حتى احمي حتى ارفع الاكسجين بالدم، وحتى احمي الانسجة من التلف.